بدي أبدأ بما حدث. يعني هذه الشهادة ثقيلة، اغتيال سماحة السيد نصر الله أمر لحد هلأ بعد كتار ما صدقوا، ولكن حتى رغم ثقل هذه الشهادة في أسئلة وعلامات استفهام عم تنطرح، يعني علامات استفهام وأسئلة حول ثغرات أمنية ممكن تكون، حول هذه الأنفاق المحصنة والتي كانت عصية على الاختراق، كيف تم اختراقها؟ هل بالذكاء الاصطناعي، بالتكنولوجيا، أم ماذا؟ بدي أبدأ معك حضرة العميد، يعني بالمعنى التكنولوجي، بالمعنى العسكري، بالمعنى الميداني، كيف يمكن قراءة ما حدث؟ يعني هل التفوق التكنولوجي الكبير هو وراء كل ما يحدث من تفجير البيجرز لعملية الاغتيال الكبيرة؟ بداية أستاذ جورج، بدي أنا كمان أقول عزي بالشهداء الذين سقطوا طبعا، ونتمنى الشفاء للجرحى في المستشفيات. لا شك أنه نحن في لحظة حقيقة على كل المستويات. كان ملفت، يعني ملفت للجميع، الذين كانوا مع الموقف السياسي للحزب أو يلي كانوا ضد هذا الموقف السياسي للحزب في الحرب الأخيرة. ولكن يعني يمكن القول بكل صراحة أنه ما جرى يستدل منه أن الحزب كان مكشوفا على المستوى الأمني، وأنه هذا الانكشاف الأمني يلي بدأ مع اغتيال قادة وعناصر من الحزب بطريقة إفرادية، بلشت مع بدايات الحرب سواء بدراجات نارية أو ببيوتهم أو بعد إجراء اتصالات، ولم تقفل هذه الثغرة الأمنية. يستدل من هالموضوع أنه فعلا كان هناك جهد استخباراتي إسرائيلي، هذا لم ينشأ مع بداية حرب الإسناد لغزة، ولكن يبدو أنه كان يعني يقوم به العدو الإسرائيلي منذ سنوات. وهذا طبعا ما بلش هلا يطلع بالإعلام الإسرائيلي، دعوت أحرانوت حكيت كلام كثير عن هالموضوع، قرأنا تقارير كمان بأكثر من صحيفة أجنبية حول هذا الموضوع. يعني أنت بتحطها بخانة الخرق الاستخباراتي وأيضا التفوق التكنولوجي، وبحطها كمان بخانة أنا قرأت شيء يعني لفت لي نظري، أنه تحول الحزب من بعد 2006 من منظمة يعني فيها كثير من العمل السري كان، والعمل السري اللي تقوم في أي منظمة أو أي مقاومة تعمل خلف خطوط العدو، تقوم بعمليات سرية في الداخل أو في الخارج، منظمة خفيفة الوزن عندها مرونة، مراقبة بشكل كثيف لأن صغيرة. الحزب تحول فيما بعد وتدريجيا، وبالأخص الدراسة اللي قرأتها بتركز كتير على بداية انكشاف الحزب مع تمدد الحزب إلى سوريا وفيما بعد إلى أماكن أخرى. هذا ساعد على طبعاً انكشافه يعني أكثر طبعاً، من قبل أول شيء الحزب تحول إلى يعني منظمة مترامية الأطراف، لها أنشطة اقتصادية، لها مربعات أمنية، لها حواجز على الحدود، لها مرافق يعني اقتصادية ومصرفية، حتى لها مرافق صحية. كل الناس بيعرفوا وين المربع الأمني، بيعرفوا وين هالمؤسسة لما طلعت على سوريا. وهناك تداخل الحزب مع مجموعة من المتطوعين سوريين وغير سوريين، أتوا إلى سوريا وتطوعوا تحت عنوان الجهاد. هؤلاء الذين أتوا من مصادر مختلفة كانوا هن يعني نقاط اختراق كذلك للحزب، لأنه هؤلاء بنوا علاقات مع الحزب، زاروا قيادة الحزب، تعرفوا عليها، وربما كان جزء كبير منهم مخلوقة. بس في شغلات لفت، يعني في مثلا شقة بمبنى بشارع ما بعرف شو، الشقة يلي بالطابق الثالث ساكن فيها، ايه هذا يعني صح. بس أنا بدي أقول لك شغلة، يعني اليوم على شيء، اليوم أنت ممكن تتعرف على أي شخص بتاخد اسمه بواسط وسائل التواصل الاجتماعي، وبتسلسل نشاطاته وين بيروح وين بيجي، بتفوت على الأصدقاء تبعه، بتعرف ما لا يعرف. اليوم مش اليوم لا، حتى بس عم بقول أنا الوقت، يعني مثلا الساعة 4 بعد الظهر، لأنه كل الاتصالات بهيدي الشقة
بهيدا الطابق، مش موجود مثلا على الشارع، موجود بهالاوضه. لانه اولا كل الاتصالات مراقبه، كل شيء مسموع، بصمه الصوت موجوده. يعني اليوم انت بجهاز قد اللابتوب تقعد بهيدي المنطقه، اذا انت عم تشوف عمود واحد للخليوي قادر على تسجيل ومعرفه من يتصل مع من، بتسمعوا اللي بدك اياه. بس قيادات الحزب هالقد يعني قيادات الحزب طبيعي عم بيستعملوا اجهزه الاتصال والسيلولارات وكل ما يسهل اختراقه. يعني في شيء غريب. بس ولكن ما ننسى انه لما اخذوا قرار انه يطلعوا الخليوي من منظومه الاتصال كان صار للحرب 6 شهور يمكن، وبالتالي بعدين كم المعلومات الذي جمعه العدو الاسرائيلي، بالاضافه طبعا لتقنيات التصوير الجوي، للمتابعه بواسطه الاقمار الاصطناعيه، للتعاون مع اجهزه مخابرات غربيه، كان هناك داتا يعني طويله عريضه، وبالتالي عمليه الاستثمار كانت يعني ما بدي اقول عمليه سهله، ولكن هناك جهاز تكنولوجيا او بواسطه الذكاء الاصطناعي يسهل عمليه الخرق بواسطه بصمه الصوت. او يعني بدي اقول لك شغله، اذا كان انت عندك بصمه صوت اي شخص وانت عندك اجهزه عم تتنصت على كل المخابرات، عندما يتكلم هذا الشخص على اي هاتف يتم مراقبته من ضمن، في قدره لمراقبه ملايين الهواتف، فورا هذا الشخص حينعرف انه هلا حكي، حيتحدد الموقع تبعه، واذا التقط مره معناتها صار من السهل متابعته. نحن انا قرات على موقع امريكي الاي بي سي كان يقول انه السيد نصر الله كان خارج لبنان واتى الى لبنان، وبالتالي عندما كان خارج لبنان تم رصده وتمت متابعته، وهذا كان العمليه هذا وفقا لهم، هاي العمليه كانت قبل 24 ساعه من حادثه الاغتيال. يعني لحظة، قبل 24 ساعة من حادثة الاغتيال كان حسب الرواية خارج لبنان. نعم خارج لبنان، وحيث كان خارج في العراق، وحين كان في العراق طبعا نحن عم نحكي على بيئة جديدة قد لا يكون فيها نفس التحصينات الأمنية، وقد يكون فيها كثير من العملاء، وهي طبعا العراق منطقة مرصودة، وبالتالي طب هيدي الرواية إلى أي درجة فيها مصداقية؟ يعني حسب انت فيها مصداقيه كبيره. خي قاسم سليماني كيف تم اغتياله؟ بالاخير بقى هو مراقب، بالاخير تم رصد مكالمه بتقول انه هو سينتقل بالتاريخ كذا من بطائره من هون لهون، نطروا بالاخير. يعني بس انه هلا بهيدا الظرف هيك بكل سهوله بده يجي بطائره من العراق على يمكن هو اخذ كل الاحتياطات الامنيه، ثم ما سمعناه انه كان هو انتقل مع شخص ايراني هو قائد احدى الوحدات الايرانيه وكان في هو موجود بالاجتماع. طب قد يكون كذلك هذا الشخص مراقب وبالنهايه يعني ومعروف انه جاي يعمل اجتماع بلبنان، لما بيجي شخص بهذه القيمه العسكريه من ايران مع مين جاي يجتمع؟ جاي يجتمع مع شخص من وزنه. طيب.